على البنايات، مواجهة السيارات في طرق الوعرة، حركات تعد من ضرب الجنون. إلا أن بعض شبابنا اليوم اتخذوها متعة وهواية في رياضة لا تخلو من الخطر والإثارة. أردناها أن تكون أول عدد من حصتكم الجزائري إكسترام. للوقوف على تفاصيلها ابقوا معنا. اجتياز العقبات بخفة وسرعة، تسلق الجدران والقفز من أعلاها بحركة رباعية تفرضها الأوضاع والبيئة المحيطة بك. هي رياضة الباركور، تأسست بفرنسا في تسعينية القرن الماضي، والتي تعني مضمار اجتياز العوائق للعسكريين. وقد لقبت بهذا الاسم ليس من باب الصدفة، فمبتكر هذه الرياضة دافيد بيل كان جنديا في الجيش الفرنسي، وعرف بممارسته لرياضات مختلفة كالجمباز والرياضات القتالية. رياضة الباركور عرفت انتشارا واسعا في العالم، فهبت رياحها لتصيب فارس ورفقائه الذين تفننوا في هذه الرياضة حتى في الأحياء والأماكن العمومية. سبور كما قال لي سبور، وما نقدروش نوبليجيو على عباد واحد اخرين كي اللي يشوفوا ماشي نورمال، وشغل عنده حاجة سبيسيال تاعو، باسكو شغل تعلم كيفاش تتعامل مع لي زوبستاك من الفوق. ما باليش انا بريمير ايطاج تصوتي منها تولي تجيك حاجة سهلة، ولا كي تكون ما باليش انا كاشكا دونجي، ولا ما باليش انا تقدر تسلك راسك، واحد يسرق لك حفصة تجري موراه يجري موراك كل تهرب له. تسمع عنده الفوائد تاوعو. باركور كاين ناس بزاف شغل ما يعرفوش يحقروه، مي كي دايره كي يبداو يسيه يعرفوا بلي حاجه شغل جايه من لا ناتور، شغل الانسان الانسان يحب يبوجي، هذه هي لا ناتور تاعو. حب هذه الرياضه هو ما جمع هؤلاء الشباب، فرغم خطورتها إلا أنهم أتقنوها في سن مبكر. كانوا عندي واحد صحابي يقراو معايا في المسيد، وراو لي باركور. مع الأول كان يباني جاي اون طونك شغل صوتي وبرك هكا فوق حيوط عفايس هكا، مي أبري كي بديت وراو لي شوية عفايس، وراو لي واش معناتها سبور هذا، قيمة تاع سبور هذا. تما وين تعلمتها، تعلمت سبور هذا، شغل بديت ندير. الجروب هذا بدا قبلي، أنا بدا في 2012-2011. ابري انا كي بديت في 2015 شفت عباد كبار عليا كانوا يبداو يديروا، علموني كل واحد واش علمني، باسكو ما عندناش شيخ ولا كل واحد يعلم واحد صغير عليه اللي ما يعرفش عفسه يعلم صاحبه. علموني وراو لي سبور هذا، وراو لي الجروب تاعهم الجيريان باركور فاميلي اللي تقدروا تلقاوها في كاع لي بلاتفورم، شغل انستغرام فيسبوك يوتيوب، ودخلت معاهم. بديت في 2015 في الصيف، انا نشفا شفت فيديو في يوتيوب، كنت في الانترنت هكذا حتى شفت هاد سبور. شغل غير شتو عرفت بلي هذا هو سبور اللي حنديرو، بالك ماشي لو كان ما شتوش انا كنت مصوتي وحدي هكا. كيما قال يبداو جينيرالمون قال يبداو هكا، شغل من البكري كيما دراري صغار تشوفهم يصوتيو، من اللي كنا صغار نصوتيو، ومن بعد ما كي نكبروا تبدا تروح هاد العكس. مي حنا جينيرالمون يديروا باركور ما تروح لهمش هاد العكس، كاع قاعدين نصوت. رغم خطورة هذه القفزات، إلا أن لتراسور أو ممارسي رياضة الباركور أجمعوا أن تعلم مراحلها تدريجيا والتركيز الجيد يقيك خطر السقوط والارتطام.
بون دوك سبور هذا تسمى لو كان تروح بالعقل ماش ديري بليس، هذا امبوسيبل تروح بالعقل بلاقه تديري بليس. البليس راح تديهم نهار ما تكونش مكونسونطري مليح ولا تحب تزيد عليها، عندك تريبيتي تعمل خطره على عفسه صغيره وما تبدا تروح للكبيره، فهمت؟ هادو هما اللي حيخلو، وكونديسيون فيزيك تاعك لازم تكون تسمح لك. وحنا في الباركور تاعنا عندك دي موفمون دو باز لازم تتعلمهم، توالفهم بيان، تخدم لونديرونس تاعك، لونديرونس كارديو فاسكولار ولا ميسكولار، تخدم كونديسيون فيزيك تاعك بيان، كاين لونطريمون سبيسيال كونديسيون فيزيك، وتجيبها غير بالعقل، لازم توالف لا تكنيك تاعك بيان، لازم توتيزا تكنيك تاعك بيان، وسورتو كونسونتراسيون، لازم تكونسونتري كي تكون تخدم، باسكو تغلط تغفل شويه ولا كذا تخدم دي بليسير فاسيلمون. مثل هذه البنايات والأماكن العالية هو ما يليق بممارسة رياضة الباركور، خاصة في ظل الانتقادات اللاذعة التي تصيب هؤلاء الشباب. كنا شغل نجيبو مطارح برا، كنا نونطرينيو عفايس هكا باسكو ماكاش بزاف لي زوبستاكل، كنا نحوسو على بزاف شغل بلايص مهجورين، دونك العيبات شغل ما يعرفوش سبور هذا، شغل ما يعرفوش قيمة تاع سبور هذا، شغل لا بليبار ما يحترموكش، ما يشوفوك تصوت يقولو شو عم يدير هذا. الناس قبل ما يهضرو شغل قبل ما يهضرو ما يشوفوش واش كاين اونطرينمون، يشوفو غير ريزولتا، دونك يشوفوك دير عفسة صعيبة، هي صح صعيبة، بصح قبل ما نديرو هذيك العفسة كاين بزاف لي زيتاب قبلها. فهمتني معناتها كاين اونطرينمون كبير قبل باش تشوف دير هذيك لافسي، دونك الناس يجيو لو ريزولطا بون لي بارون باين بلي حيقول لك ما دير سبور هذا خطيك، خاصك كي تجي شفتو كي تجي تبليسه وتروح للدار كي راح يشوفوك راح يعيطوا عليك ويهضروا معاك راك كبير ودي بليسه راك تديهم على كبرك ما تقدر ما تبراش، فهمني؟ اجتياز الأماكن الوعرة والخطرة يعد جزءاً من رياضة الباركور، ما جعل فارس وزملائه يقصدون هذا المكان المخيف، فثمن السقوط هنا يكلف غالياً. كما راك تشوف بلاصه دونجي شويه وفيها لي ريسك، مي نجو لهنا باسكو دي بلاصه بوندوني وفارغين نقدروا نديروا فيهم سبور تاعنا الاز باسكو فيهم لي زوبستاكل يعني وملاح السبور تاعنا. سبب اختيار فارس وزملائه لهذا المكان انتقادات الغير التي كثيرا ما رافقتهم في الاماكن العامه. باسكو حتى لوكا كي نكونو نصوتيو برا ولا شغل الغاشي يشوفو فيك شغل تاع ويصوتي ولا كتعرف ساكدا، تسمى حنا نجو بلايص فارغين ونلقاو روحنا الاز نفيلمي ونديرو واش نحبو نونطرينيو بعقلنا. رياضة حتى وان لقت رواجا في الاونة الاخيرة وسط شبابنا، الا انها لا زالت تفتقر لقاعات مخصصة لها والتي لا تستوجب معدات كثيرة. وانا دي من ليزناف عندنا قريب 20 سنة يا خو ما كاش لي صال، تسمى من داك من داك كنت موضوع في لي صال تاع جيمناستيك نوضريني فيهم ودي بانيو مي لا بريبور ما كاش بور لو مومون ما كاش حتى لدوكا انا برا لي مويا حتكون سيرفاس تحطها وفيها لي زوبستاك نتحقوا حنا لي زوبستاك باش نبوتيكيو سبورت. دونك تقدر دير فيها كارير، دونك كاين بزاف لي كومبيتيسيون انترناسيونال لي تقدر دير فيهم دي كومبيتيسيون لي تقدر شغل تربح عفايس تقدر تروح لعندهم ممكن. كاين بزاف تما شغل كاين بزاف لي جروب لي يقدروا يستقبلوا. إذن هي يومية هؤلاء الشباب في رياضة
هي فنية رائعة وحركة متقنة تستوجب لياقة بدنية عالية. استهوت هؤلاء الشباب فاتخذوها وسيلة للتعبير عن رأيهم وممارسة حريتهم. إلا أن حب الجزائريين لمثلها رياضات لا يقتصر فقط على رياضة الباركور، بل هناك رياضة أخرى تمارس حتى في طرقاتنا. لمعرفة هذه الرياضة تابعونا في العدد القادم من حصتكم الجزائرية إكسترام. دمتم أوفياء.